السلام عليكم خوتي أزو الفلام. في هذا الفيديو راح نحكي على كيفية جمع 7500 أورو للطالب باه يدير لاتيستاسيون دو روتري 7500 أورو بو لا دوموند فيزا، ورقة اللي هي تثبت أنك عندك 7500 أورو في الكونت بانكير. ولكن أغلبية الطلبة يعانون من هذا المشكل أو هذا الإشكال. علاه؟ لأنهم عندهم 7500 أورو، سي تو تافي نورمال. دير بالك حسابك أنه 7500 أورو هي إكيفالون 150 مليون. أبخي تو ماناش ولاد رباب ولا حداد ولا أبناء وزراء، أنا أولاد تاع الشعب بسطاء، يعني كما يقولوا الحمد لله على كل حال. مي راني مدحل للناس اللي راهم يعاني ولا للناس اللي راهم كيف عانينا قبل بان الحصول على 7500 أورو. أولا يا أخي الكريم ولا أخت الكريمة، ما تفشلش، ما تقولش بار إكزومبل ما عنديش 7500 أورو خلاص راح نبطل، ما نكملش لي ديمارش تاوعي، كيف راح ندير، خلاص هذه وهذه. لا يا أخي الكريم ولا أخت الكريمة، ما تفشلش، لكل مشكلات حل إن شاء الله. تابع معي الفيديو راح نفهمكم ان شاء الله ونمد لكم الحلول اللي تقدر ولا اللي يقدر الواحد يجمع بهم 7500 اورو. ولكن قبل ان نبدا الفيديو، الله يستركم خاوتي اللي ما راهش ابوني في القناه يدير برك ابوني، عاونونا دعمونا، راح حنا تانيك راح ندعموكم ونعاونوكم قدر الامكان وقدر المستطاع. للحصول على 7500 اورو هناك ثلاث حلول. نبدأ بالحل الأول والأنسب والأسهل اللي بزاف من الطلبة ما على بالهمش بهذا الحل، أنه كاينين فئة من الطلبة ما يسحقوش 7500 أورو. دوك نقول لك علاش. لكان يكون عندك ليبيرجمون غراتوي، معناته لكان تروح بار إكزومبل في فرنسا يبعث لك يدير لك واحد ليبيرجمون غراتوي، راح تكون عنده وتبات عنده وتاكل عنده غراتويتمون، معناته ما راكش كاري في فرنسا ولا عند الكروز، راح تسكن عند شي واحد غراتويتمون، تبات عنده غراتويتمون. هنا ما راحش تسحق لاتيستاسيون دو 7500 اورو، تكفيك اون اتيستاسيون دو 3800 اورو، معناته لا مواتي. انا قلت لك بشرط انه يكون عندك ليبيرجمون غراتويتمون، يدير لك اون اتيستاسيون دو ليبيرجمون وتكون ساكن عنده غراتويتمون، ماكل وشارب وقاعتك غراتويتمون. هذا الحل الاول ولا الحاله الاولى. لا دوزيام ايتاب انه ما عندكش وين راح تكون ولا وين راح ترقد غراتويتمون. هنا لازم دير لاتيستاسيون دو 7500 اورو. باه نمد لك معلومه يا اخي الكريم ولا اخت الكريمه، انه دير مليح في بالك انه 98% ولا 95% دي ستوديون اللي داروا لي ديمارش في لا فرانس ولا اي بلد من بلدان الاتحاد الاوروبي ولا اوروبا ما عندهمش 7500 اورو في الجيب. نمد لكم برك معلومه ولا نصيحه يا خوتي، اخطيكم من الحسد ما بيناتكم كطلبه. كاين بزاف من الطلبه يتحاسدوا ما بيناتهم في بالو انه اللي كان يعاون شي واحد اخر هو راح يدوه ولا يقبلوه، هو ما راحش يقبلوه ولا ما راحش يمدوا له الفيزا. لا يا اخي الكريم، ليس من هذا الباب، او كونترير. لو كاتيك انت يا اخي الكريم ولا اختي الكريمه راك طالب جامعي، سيرمون يكون عندك اصدقاء، ومن هذا الاصدقاء سيرمون يكون زوج ولا ثلاثه داروا لي ديمارش، وان شاء الله يا ربي يكونوا في هاد الزوج ولا ثلاثه تحصلوا على القبول الجامعي. من بعد واش راح ديروا؟ راح ديروا لي طلب للحصول على الفيزا، وراني متاكد 100% كو هاد الاصدقاء ديالك ما يكونش عندهم 7500 اورو. ابخي تو كيما قلت لكم 7500 اورو دراهم يا جدك، دراهم كبار. نفترض انه كل واحد فيكم عنده ان تو بيتيت سوم، معناته واحد يكون عنده 2500 اورو، الاخر يكون عنده 1500 اورو، الاخر يكون عنده 2000 اورو، الاخر يكون عنده 1500 اورو، سوا ديزون. دوكا واش راح ديروا خوتي؟ تفهموا ما بيناتكم، تلموا ما بيناتكم، ما تحسدوش، تعاونوا ما بيناتكم، تلموا دراهم هذوك، واحد يمد 2500 والاخر يمد 2000 اورو، دوك 4500 اورو، والاخر يمد 1500 اورو، والاخر يمد 1500 اورو، ولا يدبر 1500 اورو واحد اخرى، دونك يولي عندكم 7500 اورو في اربعه. دوك هاتي كي تلموا ما بيناتكم في اربعه تجيكم خفيفه. باغ اكزومبل كي يجي واحد ما عندوش من الاخر كاع تجيه ثقيله بزاف وتجيه واعره بزاف باه يجمع 7500 اورو. باغ كونتخ كي تلموا ما بيناتكم في اربعه تولي شغل خفيفه عليكم. واش راح ديروا؟ يحطها الزميل الاول، باغ اكزومبل نقولوا يحطها محمد، ابخي 48 اور راح يريتير محمد 7500 اورو، ومن بعد تيك يمدهم سوا ديزون نقولوا لمريم، ومن بعد تيك مريم كي تحطهم ابخي 48 اور راح تخرجهم تمدهم باغ اكزومبل لفريزه، ابخي فريزه كي تخرجهم ابخي 48 اور راح تمدهم الوالد، ابخي والد كي يخرجهم راح يديهم. انا نقصر معاكم خالتي. ابخي كي يخرجهم والد باغ اكزومبل ابخي 48 اور راح يرجعهم لكل واحد فيكم. هذه هي الطريقه اللي لا تقدروا تجمعوا بها، ولا طريقه سهله جدا ولا ناجعه ولا كما يقولوا ناجحه بالبزاف باه تجمعوا هاد الدراهم. ابخي تو انت كتتحصل على القبول الجامعي وتروح لفرنسا، ورا درت في بالك انك راح تروح لفرنسا ان شاء الله،
اوتوماتيكمون راح تشري شويه اورو، ما راحش تصرف الدينار في اوروبا، راح تشري شويه اورو. باغ اكزومبل نقول تشري 1500 ولا 2000 اورو اوتوماتيك، راح توجد روحك من دوك من قبل كما يقولوا. فوالا الحل الثاني اللي مديته لكم باه تجمعوا ولا تقدروا تجمعوا 6500 اورو، سهل بزاف ومهل برك خاوتي. خليكم الحسد والغل والحقد، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، تعاونوا ما بيناتكم ما تحسدوش ما بيناتكم او كونترير. دوكا تيك الحقنا للحل الثالث. دوكا راح تقول لي بار اكزومبل ما عنديش اصدقاء اللي داروا لي ديمارش ولا درت غير انا لي ديمارش، وما عنديش مع من راح نلم دراهم ولا عند من راح نسلف دراهم. سهل ومهل يا اخي الكريم ولا اخت الكريم، المهم ما تفشلش، المهم كما يقولوا يفو جامي بي سي لي برا، نيفر جيف اب. الحل الثالث يا اخي الكريم انه هو راح تكري دراهم. دوك تقول لي كيفاه راح نكري دراهم، ما فهمتش بزاف كيفاه واش قضيه تاع الكره تاع دراهم. تروح عند اللي راهم يبيعوا اللورو واللي راهم يكريوا اللورو، كاينين في جميع الولايات ولا المناطق، تلقى ناس يكريوا دراهم ولا يبيعوا الاورو. تروح عند هذا الناس يكريوا لك دراهم 6500 اورو بور دو جور وتخلصوا. سا ديبون لا سوم راح يمدها لك ولا يدومونديها لك. بون حسب المعلومات اللي كانوا عندي العام اللي فات كانوا يكريوهم 2 مليون بور دو جور، 6500 اورو يكريوهم 2 مليون دينار جزائري بور دو جور. دونك انت يا اخي الكريم ولا اخت الكريمه، لا كان ما عندكش اصدقاء داروا لي ديمارش ولا كان ما عندكش مين راح تسلف دراهم 6500 اورو ولا باه تلم 6500 اورو، الحل الاخير والوحيد اللي هو انك تروح تكري دراهم 6500 اورو بور دو جور. من بعد كي تخرج لاتيستاسيون دو 6500 اورو ترجعها لمولاها. هذه هي وهذه هما الحلول اللي كاينين باه الواحد يقدر يلم 6500 اورو ويدير ولا يخرج لاتيستاسيون تاع 6500 اورو ولا كيما يقولوا لو روتري بونكار دو 6500 اورو. انا مديت لكم ثلاث حلول جد سهله وبسيطه، لكن ما صدقتش معك الحل الاول دير الحل الثاني، لكن ما صدقتش معك الحل الثاني دير الحل الثالث. كاين الحل الرابع هنا ما نصحكش به، لكن تقدر له روح يا اخي الكريم فونس، روح البنكة تاع خليفه اصدم لهم ثم تكعيط لي يا اخي الكريم ولا اختي الكريمه راح نشاركوا في الجريمه ماشي مشكل. نتمنى أن الفيديو كان مفيد واستفدتم من هذه النصائح وهذه الحلول الى الحصول على 6500 اورو. لكن عندكم اسئله واحده اخرى ولا استفسارات واحده اخرى حطوهم برك في الكومنتير، راح نجاوبوكم لو بلوطو بوسيبل ان شاء الله افيك اون اوتر فيديو، وان شاء الله نتلاقاو ان شاء الله في فرنسا في ساعة خير ان شاء الله. وما بقى لي نقول لكم بقوا على خير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ثاني مرة ثانوي.